نظمت مؤسسة أبو العنين للنشاط الاجتماعي والخيري والثقافي والتابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت امتحانا فوريا لجميع الأعمار من الرجال والسيدات للحصول على شهادة محو الأمية. جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية لدعم ومساندة وتنفيذ برامج محو الأمية لتعليم الكبار. ضمن جهود التحالف الوطني لخدمة المواطن تأتي محو الأمية كمحور رئيسي، وفي هذا الإطار نظمت مؤسسة أبو العينين امتحانا لجميع الأعمار من رجال وسيدات للحصول على شهادة محو الأمية. احنا بنسعى دايما سيادتك ان يكون المواطن المصري يكون أبناء بلدنا في نهضة علمية عندهم، في نهضة ثقافية، لأن ده تكوين أو تكملة تكوين لشخصية المواطن المصري. وده الحقيقة أمر دأب عليه معالي فخامة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجيهه دايما للمجتمع، أن لازم ولا بد أن يكون المواطن المصري مواطن له قيمة في مجتمعه، ما يحسش أبدا بالعجز. طبعا المؤسسة مستمرة في دعم مشروع محو الأمية على مستوى المحافظة وعلى مستوى حي جنوب الجيزة، لأن إحنا بدايتنا من سنة 2001 بدأنا في فصلين ولحد ما وصلنا 72 فصل. وفي إطار المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية، تقوم المؤسسة بدعم ومساندة وتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار وتكريم وتسليم الشهادات للناجحين والمتميزين. حبيت أخذ محو الأمية عشان خاطر أعلم بنتي، وأي سؤال تجاوبني عليه أعرف أجاوب أرد عليه بيها. يعني بقالي فترة بروح بتردد على الجمعية، لقيتهم في مقدمين على نحو فصول محو الأمية، فقدمت معاهم، فنزلت بصراحة مرة على مرة، وبعد كده امتحنت واستفدت لولادي. مؤسسة أبو العينين للنشاط الثقافي والخيري تعتبر أول من طبق نظام محو الأمية بأجهزة الحاسب الآلي، كما أطلقت مبادرة جيزة بلا أمية، وهي جهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة للقضاء على أسباب التسرب من التعليم ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم.